مع بداية الكويت الحديثة كان لنا دور رئيسي بالاهتمام بصحة الإنسان. قصتنا طموح ارسمتها رؤية وشالتها سواعد تحب النجاح. قصة صاحبها محمد ناصر الهاجري مع ولد عمه إبراهيم اليعقوب الهاجري يوم قرروا يفتحون مدخر أدوية قبل أكثر من 75 سنة. وهذا الحلم الصغير صار كبير، والعائلة الصغيرة اكبرت، واليوم تضم أكثر من 3000 فرد، تنجح في قطاع وتدخل قطاع ثاني وثالث، ودخلت شركة محمد ناصر الهاجري في كل بيت، وانحفرت في ذاكرة كل من عاش على أرض الكويت. قصتنا قصة كويتية. الشركة تأسست يا طويل العمر سنة 1946. ذيك الساعة 46 ماكو يعني مينا ولا مطارات ولا كذا، يبون أدوية من البصرة. فهذه البداية. The old town of Kuwait is changing fast. Soon, instead of a stretch of sand, a new town growing in the empty desert. Still extant. أول أنتيبيوتيك، أول مضاد حيوي هو البنسلين، كانوا يجيبونه في مطارات فيها ثلج من البصرة عن طريق السيارات، يسموه المذخر الكويتي لبيع الأدوية. أبوي كان يشتغل بتجارة المواد التغذية، كانت مع عديلة يعني. عمي إبراهيم يعقوب الهاجري كان يدرس في مصر، فاقترح على الوالد عمل مذخر أدوية، يسمونه ذاك الوقت مذخر أدوية. في السبعينات سويناها شركة محمد الناصر الهاجري وأولاده، طورناها أكثر، طبعاً قسم محاسبة، قسم مخازن، قسم مندوبين طبيين. فتطورت الشركة، كبرت الشركة الحمد لله، زادت مبيعاتنا، ففي تنوع، بس الأساس الأدوية. أخوي الوحيد الكبير ناصر درس الصيدلة، لما تخرج طبعاً كان هو يمسك الأدوية لأنه صار له تخصصه. ديفيجنز أقسام، قسم للأدوية، قسم للمواد الاستهلاكية، قسم مواد غذائية، لأن نوعنا. بحكم أن احنا we started as pharmaceutical، فهذا يخلينا مرتبطين في نفس المجال، أن احنا لو طلعنا ورحنا على consumer product ولا على food ولا على هذا نكون في نفس الاتجاه. They had a vision to always to keep up with the competition, to make them technologically advanced and having the first about in the competition. We're expanding like faster than what we're supposed to be, alhamdulillah. We're into the confectionery with Lotus and other brands. We were in the perfumes and cosmetics. Now we're developing the hair care also. And we are in the process of going from perfumes and cosmetics into beauty and fashion. So across the board, you see that we're developing every division. احنا مستمرين في نفس الارث اللي احنا خذيناه من الاجداد. محافظة على العلاقات والاستمرار بروح البارتنرشيب. وتقديمه أفضل للمستهلك، عدم الحياد عن ذلك. Most of the suppliers are international suppliers. We are dealing with world leaders, and we are dealing with them for the last 40 to 50 years. So we have to adapt ourselves to the metamorphosis which these giants undergo. We're into brand building. If you go across our portfolio, you can see that all our brands are like either one or two, maximum third in the ranking in the market. And most of them are like really valuable brands and demanded by the Kuwaiti consumer. All the suppliers, they look forward Hajri as their one source in Kuwait, as a major distributor wherever there is competition. كذلك احنا نمثل شركات عديدة، والحمد لله الشركات اللي نمثلها كلها شركات رائدة وشركات مهمة. جميع الشركات اللي نمثلها عندها منتجات جميلة، وإن كانت وزارة الصحة فالحمد لله اللهم لك الحمد علاقتنا جيدة معاهم، ويستقصدوننا في بعض هالمنتجات. اسم الهجري في ثقة كبيرة، حالياً 27 صيدلة
طبعا متوزعين في اغلب مناطق الكويت. تنويع مصادرك وتنويع بزنس مالك مهم يحقق لك ستابيليتي. كوفيد اثبت بان تنوع البزنس مالك او دايفرسيتي مالت البزنس مالك مهم في مواجهه اي تربلنس ممكن يحصل، سواء خارج عن نقول خارج عن سيطره الشركات وخارج عن هذا. المواد الغذائيه كان لها دور كبير، لان ايام كورونا الناس قعدوا يخزنون في بيوتهم، فالحمد لله ساهمنا بالمخزون الاستراتيجي فلبينا، ما قطعنا اي نقطه بيع، وكان عندنا الحمد لله مخزون جيد، وهم زملائنا الشركات السبلايرز ما قصروا، هم لبونا. We have taken on a fast track due to COVID. Most of the workforce had to work from home. So we had to have systems, infrastructures, connectivity, application availability. Fortunately, we had all those systems in place. العمل في شركة الهجري أنا بمثله دايماً بمثلث متساوية الأضلاع. السبلايرز وهم البارتنرز بتوعنا. I can say partners more than suppliers because like we really work with them like partners. We're family and with them also we have this spirit. So we're like facing all these hurdles and crossing all these hurdles in the market with the help of our suppliers. So it's like a partnership. رقم اثنين هم الكاستمرز، سواء كانوا مرضى أو غير مرضى. بخدمتكم حنا لا شك على طول نشوف شلون نخدم السبلايرز، نخدم زبايننا، نخدم كل القطاعات، نشوف ما هو الشيء اللي يحتاجه السوق الكويتي. والضلع الثالث هم موظفين قسم الأدوية بصفة خاصة وموظفين شركة الهجري بصفة عامة. العلاقة بين الثلاث أضلاع مبنية على التعاون المشترك، احترام كل منا للآخر، الاتفاق دايماً على هدف واحد وهو الارتقاء بالمستوى الطبي لدولة الكويت وتقديم أفضل خدمة لمرضى الكويت. أقول حريصين على عاملينا، حريصين على أنهم يكونون in a healthy environment، والحمد لله هذا دليل على تواجد الكثير منهم عدى 20 و30 سنة معنا. علاقة عائلية وعلاقة جدا قوية بين إن كان المدراء والموظفين. إحنا بيئة مبنية على الفاميلي سبيريت، روح العائلة من بداية نشأة الشركة. الحمد لله إحنا معاهم يوميا، نقعد معاهم، نسمع منهم، نشتغل معاهم، نشوف مشاكلهم، نحل مشاكلهم. إحنا فاميلي بزنس، شغلنا نعتبره كلهم they are member of our family. So we have the family spirit here. It's like not like other companies. Brotherhood, family. This is it. Genesis, you're part of the family. How do you feel? See, they're all Al-Hajri. It's a family business, and everyone is treated as a family. So we have a very good rapport with the owners, and the team itself is very close. فترة بسيطة احتفلنا في موظفين كملوا 40 سنة مع Al-Hajri. وهذه نادر تكون في القطاع الخاص. The Al-Hajris are so supportive. They encourage the employees. Everyone feels like that it is a family. They're working in a family. هم إخواني، هم خواتي، ولا شك هم أهم شيء. هم أساس الشركة. بدونهم ما أقدر أسوي شيء. فنقدرهم طبعاً. سيرفيسز كان نحاول نتميز بكل شيء ممكن يكون بالسيرفيسز. فدخولنا انتقائي في واتس نيكست حق الجنريشن اللي جاي، واتس نيكست. فبالديجيتال بزنس اللي قاعد تشوفه كل ماله وقاعد يخلي خطوات المستهلك اسرع. صار في صراع وسباق ما بين منو اللي يقدم الاي كوميرس بلاتفورم بشكل اسهل اسرع friendly حق الكاستمرز. We're one of the pioneers in starting the business with the e-commerce. We created the e-commerce entity within our divisions. We see in it the future. احنا من اوائل الشركات اللي قعدنا نساهم ونساعد شركات الاي-commerce
وندعمهم باللي نقدر عليه وزيادة. رؤيته الفترة الجاية إن كان في قسم الأدوية، طبعاً دائماً نطمح إلى جذب أفضل الشركات اللي تقدم أفضل المنتجات للمرضى، نعرف شنو الاكتشافات الحديثة أساس إنه نجيبها ليستفيد منها طبعاً المواطن والمقيم. Now we're developing the better for you entity, which is like the vegan, the organic, and all these brands. We're in the process of developing this unit, and now we're crossing the borders. We're going to Saudi Arabia. لا زالت الكويت مهما كبرت حتى لو فتح الباب ظل سوق صغير، وأعتقد نظرتنا الخطوة الأولى بالمقام الأول السعودية والمنطقة الخليج وبالنهاية نورث أفريكا. Many suppliers approaching them and they take the idea to the upper management and they're ready to hear it. If it's a good idea, why not? We're up for new things. We're up to trying. إحنا جريئين. We like to try new things. مقابل الشيخ صباح الله يرحمه في سفرة في ليما بيرو بالليما. فقلت أنا الهاجر إحنا الأدوية كل أدري. ما عندنا ما نعرف إلا الهاجر في الأدوية. The numero uno position which we currently enjoy in several factors, certainly this would continue and would increase manifold. حرصنا دائما احنا السمعة، نحافظ على سمعتنا، نحافظ على نظافة الشغل. أنا نجيب مواد جيدة وبيع الجمهور بأسعار معقولة. أنا لازم أخذ مصلحة، لازم ما أستقل الزبون أو هذا، أو أكون صادق مع نفسي ومع زبايني. الحمد لله إحنا سمعتنا إن شاء الله تكون نظيفة وتستمر بالنظافة. سر نجاحنا هو نفس سر إكمال مسيرتنا، إخلاص، ثبات، وتعاون. الإخلاص في الجودة، الثبات على مبادئنا، واهتمامنا بأسرتنا،